هلا يا هلا، يسعد اوقاتكم، ربي يحفظكم وين ما تكونون. احنا اليوم راح نحكي عن الطريقه الثانيه للوصول الى كندا، ومثل ما عودتكم او مثل ما قلت لكم بالطريقه الاولى اللي هي اللجوء، اليوم راح احكي لكم عن الكفاله الكنسيه وشنو متطلباتها وشروطها. فاحنا حتى نقرب لكم اكثر الصوره راح اشرح لكم اياها بطريقه سهله ومبسطه لكم حبايب قلبي، فخليكم وياي وتابعوني حتى تفهمون كل الشروط والمتطلبات. كل طريقة لها متطلبات وشروط. فإحنا بالكفالة الكنسية عندنا متطلبات وشروط. أول شرط لازم يتحقق خروجك من بلد الأم، مثل ما تكلمت لكم بالفيديو السابق اللي هو اللجوء. الكفالة الكنسية أيضا لازم أنت تطلع من بلد الأم بسبب قسري، مثل التهجير أو مهدد أو مستبعد من المجتمع. فأنت لازم عندك مستمسكات ووثائق تثبت هذا الشيء. الشرط الثاني اللي أنا راح أقول لكم عليه، يجب أن يكون عندكم شخص موجود بكندا مقيم دائمي، يا أما يكون مقيم دائمي أو يحمل الجنسية الكندية، حتى يكون الوسيط بينكم وبين الكنيسة لتقديم الأوراق. وراح أفهمكم هسه نقطة نقطة. جينا على الشخص الوسيط اللي يكون بينكم وبين الكنيسة. إذا تستوفون كل الشروط اللي موجودة من القصة وغيرها وغيرها وإلى آخره، تبقى عندكم أو يبقى عندكم شرط أخير اللي هو يقدم الوسيط اللي بينكم وبين الكنيسة مبلغ من المال يريدوه الكنيسة. وراح أشرح لكم بعدين ليش الكنيسة تريد الفلوس، وهاي الفلوس تختلف من مكان إلى آخر. يعني شلون من مكان إلى آخر؟ يعني أنا مثلا اسمها المقاطعة مالتي ألبرتا، وأعطيكم مثال. ألبرتا مثلا مثال 12,000 دولار يريدون على الشخص الواحد، بغير مقاطعة مثلا أونتاريو يمكن يطلبون 15,000 دولار على الشخص الواحد. وراح أشرح لكم شنو هاي الفلوس شوية شوية، خليكم معي حتى تفهموا. هسا انت خلصت كل الشروط المطلوبة، والكنيسة بعد خلصت تبعتها، قدمت الأوراق، الوسيط اللي بينك وبين الكنيسة قدم الأوراق وقدم الفلوس وكله أوكي، راح شو تسوي الكنيسة؟ ترفق أوراقك كلها إلى الإميغريشن. الإميغريشن وين يدسها؟ يدسها إلى السفارة الكندية اللي أنت الدولة اللي موجود بها، عمان يعني مثلا الأردن، أو تكون أنت بمصر، ما أعرف أنت وين. فمن مشت الأوراق وراحت إلى السفارة، هنا تكون الفيصل أو تكون هنا شوية الصعوبة. ليش؟ لأن راح تكون أكو مقابلة بينك وبين السفارة الكندية، راح يجتمعون بيك، يجتمع بيك السفير، فتكون الأسئلة شنو؟ عن القصة اللي أنت ليش طلعت من بلدك؟ شنو سبب التهجير؟ أو شنو سبب التهديد؟ ليش استبعدوك من الدولة اللي أنت بيها؟ شنو معاناتك؟ راح هاي أنت شنو كاتب أنت من معاناة، من أذية، من تعب، من كل ما أنت دار بيك في حياتك كاتبها على الأوراق. راح يبدون يسألون عن هذا الموضوع ويشوفون إذا أنت عندك كذب أو إذا أنت صحيح مهجر أو أنت مستبعد أو أنت مهدد. من تمت الموافقة إن شاء الله وتم موافقتكم من قبل السفارة الكندية، بعد ما شافوك أنت أو شافوك أنت كلك 100 على 100 وكل الأمور تمام وأنت صادقة بالقصة بالكلام اللي أنت كاتبته، أكو شغلتين، يا أما هاي يصير قبل يا أما بعد، اللي هو بصمة الأصبع البايومتريك. في بعض الأحيان يأخذوها قبل ما أنت يصير المقابلة أو بعدها، فتبصمون يشوفون أنتوا عندكم أي قضية، مطلوب دوليا، أحد يطاردكم من أي دولة، أنتم يعني مثلا مطلوبين بأوروبا أو طالعين مثلا بشكل غير نظامي، فهذا الشيء اسمه بايومتريك، تأخذوها إن شاء الله كل شيء يصير تمام وأوكي. مني يصير همين أوكي، راح تجي الفيزا وتنحط على جوازك
اللي هو إذا كان عراقي أو إذا كان أي دولة تنحط الفيزا، وإن شاء الله تكون أنت على الأراضي الكندية، فوقك سماء كندا أو يعني تحت سماء كندا على الأراضي الكندية. فأتمنى لكم كل الموفقية، وراح أشرح لكم بعد شنو راح يصير وياكم. بعد ما وصلت أو وصلتي إلى كندا وشميتي هوا كندا، وأتمنى لكم إن شاء الله يا ربي تجون وتحققون ما تريدون. عندنا موضوع جدا مهم، الفلوس اللي بغيتوها. احنا راح نجي نقول أمثلة. مثلا أنتوا جيتوا لمدينتي اللي هي ألبرتا كالجاري، وأنتوا دفعتوا 12000 دولار. الوسيط اللي دفعها من الوسيط إلى الكنيسة، ايش راح يصير؟ ترى هم ما راح يخلوها بجيوبهم. أنت بكندا، شلون يعني؟ من وصلت لكندا راح ينطوك هاي الفلوس بالأقساط. شلون؟ همي راح أقول لك شلون. يعني كل شهر أنت مو 12000 مثلا، كل شهر راح ينطوك 1000 دولار، يعني يتكفيك لمدة سنة. يعني هذا يكون مصروفك بين ما تلقى أنت شغل، بين ما أنت ترتب وضعك، يكون المدة السنة كاملة هم كافليك من فلوسك أنت. فهمتني شلون أو فهمتيني شلون؟ هاي الفلوس لكم اللي دفعتوها، ترى ما يخلوها بجيوبهم. أكو أسئلة تجيني هواية، كلش هواية، ورسائل. الكفالة الكنيسية تخص المسيحيين فقط؟ لا، هي ما تخص الإخوان المسيح فقط، هي لكل دين، لكل مذهب، لكل عرق، لكل جناسي. يعني مثلا انت اذا كنت انت صومالي، عراقي، سوداني، هندي، باكستاني، ما لهم علاقة. اذا انت كنت مسلم، مسيحي، يهودي، صابئي، ما لهم علاقة. لهم علاقة بالشغلة الإنسانية اللي انت بيها، اذا تكون مهدد، مهجر، والى اخره. فعلى القصة يشوفون انت مستوفي شروط، هم يقومون لك بالواجب. هذا اللي اريد اوصلكم اياه. ونجي ايضا عن نقطة جدا مهمة. لما اقول لكم الكفالة الكنيسية، ترى مو كل الكنائس تفتح هذا الشيء. يعني تفتح الكنيسة مثلا بمدينتي، مو كل الكنائس تريد كفالات او تاخذ كفالات. اكو مقاعد محددة. يعني مثلا بمدينتي ايش قد اكو كنائس؟ هواية. بس مثلا كنيستين تفتح هذا الشيء، والمدة محددة، وبعدها يتم الاغلاق وبغير مدينة والى اخره وهكذا. فأتمنى أنه أنا وصلت لكم فكرة تكون بسيطة وسهلة وحلوة وخفيفة لطيفة. أجي أيضا، الله يخليكم ويحفظكم، ماكو شيء اسمه قلعنا بفلوس، أو واحد مثلا يجي يضحك عليكم عذرا من عندكم. لأن كنا إحنا لما كنا خارج كندا، أو إحنا نريد نوصل لكندا، أو كلكم أنتوا مضطرين، أنا فاهم هذا الشيء، ويعز علي وأني أنقهر، وأحب أوصل لكم فكرة ترى ماكو شيء بفلوس. يعني شو ماكو شيء بفلوس؟ ماكو واحد يقول لكم أنا أطلع لكم الفيزا بس أعطوني فلوس، أو أني أجيبكم تهريب. هذا الشيء راح أسوي عليه بث كامل، وراح أفهمكم ليش ماكو تهريب وليش ماكو فلوس. أوكي؟ لأن هنا أكو شيء اسمه الهجرة، دائرة الهجرة، الإميجريشن. وعندنا الجفرمنت حذروا من مكاتب وهمية ومن إعلانات كذب. فدير بالكم وخليكم أنتم بأمان، وخلوا فلوسكم عندكم. لا كل واحد من يقولكم أنا أطلعكم تصدقون بي. خليكم أنتم وياي، وأنا راح أفهمكم بعد كثير أمور وكثير شغلات عن السفر إلى كندا والطرق الأخرى. انتظروني بطريقة أخرى أوصلكم إياها بمصداقية. أنا أنقل لكم فقط الفكرة، وانتم ان شاء الله يا رب ييسر امركم ويشرح لكم صدركم ويحقق امانيكم. بس لا تنسون من اللايك، سبسكرايب، وشير للغير، وريد اشتراكات. اكثر الناس اللي يتابعوني من مشتركين، فتحياتي لكم واحترامي، وانتم حبايب قلبي. تابعوني ولا تنسوني من الدعاء. بواساتي.